ازيكم؟ انا رضوى يسري، طالبه بالفرقه الثالثه كليه الطب البيطري جامعه القاهره من اوميجا تيم، والنهارده هتكلم معاكم عن موضوع البحث بتاعنا وهو فنزور. قبل ما اكلمكم عن ايه هو فنزور، سمعتوا قبل كده عن الجين اديتنج؟ ايه هو الجين اديتنج؟ الجين اديتنج هو نوع من انواع الجيناتيك انجينيرنج، فيه بيتم اضافه او حذف، تعديل او استبدال دي ان ايه من جينوم معين في اجسام الكائنات الحيه. طب وده هيفيدني في ايه؟ التعديل على الجينات بيفيدني في فهم وظائف الجينات دي وطريقة تحسينها لمعالجة الأمراض الجينية الموروثة أو المكتسبة. عندي أشهر 3 تكنيكس بستخدمهم في الجين إديتنج: My CRISPR systems، تحديداً CRISPR Cas9، تيري نيوكليزز، and زينك فينجر نيوكليزز. زي ما قلنا إن التعديل الجيني بيمكنني من معالجة الأمراض الجينية الموروثة أو المكتسبة. عندنا مرض زي Leber Congenital Amaurosis، العمى الخلقي، هو مرض من الأمراض النادرة اللي بيصيب من طفلين لثلاث أطفال من كل 100,000 طفل. هو مرض بيحصل نتيجة disorder في العين، نتيجة حدوث خلل جيني في أحد الجينات المسؤولة عن الرؤية، اللي أشهرهم RPE65 جين، اللي بيمثل 6% من أسباب حدوث المرض. المرض هو جيني وراثي، بيصيب الأطفال من أب وأم حاملين المرض. أعراض المرض بتظهر على الأطفال عند الولادة أو في السنين الأولى من عمر الطفل. استخدمنا احد طرق التعديل الجيني لمعالجة المرض ده، تحديدا CRISPR-Cas9 System. CRISPR-Cas9 System اللي باختصار بيشتغل عن طريق استخدام Small RNA Molecule as a guide RNA علشان يتارجت Specific DNA Sequence المراد تعديله. فمجرد ما بيرتبط الـ Guide RNA على الـ Target Sequence، بيوجه الكيس بروتينز على التارجت لوكيشن علشان يتم عمل تعديل عليها بإضافة أو حذف الجينات الغير مرغوب فيها أو تعديلها. سنة 2020 تم استخدام CRISPR Cas9 بالفعل لمعالجة الليبر كونجنيتال أميروزس، ونجح CRISPR في معالجة المرض مع وجود بعض التحديات اللي واجهت CRISPR. التحديات دي تمثلت في أول حاجة The Bigger Protein Size، ان حجم الكيس بروتينز كبير جدا فبصعوبه بيقدر ان هو يعبر الخلية. تاني حاجة Limited Proto-Spaced Adjacent Motif Sites، او المواقع اللي بتمارك التارجت سيكونسز. ثالث حاجة الاوف تارجت ميوتيشنز، نتيجة ان CRISPR ساعات بيخطئ في التارجت سيكونس وبيرتبط بسيكونس تاني شبيه للتارجت سيكونس. رابع حاجة اللو هومولوجي دايركتد ريبير. خامس حاجة costly and time consuming، نتيجة استخدام الأجروبكتيريوم mediated transformation system. فعلشان كده كان لازم ندور على جين editing system جديد يعالج كل التحديات اللي واجهها CRISPR لمعالجة المرض، علشان نعالج المرض بطريقة أسرع وأسهل بدون ريسك حدوث أي challenge من اللي واجهه CRISPR Cas9. فعلشان كده قررنا استخدام سيستم مشابه لكريسبر، ولكن يقدر يتغلب على العقبات اللي واجهت كريسبر، وهو فنزور سيستم. فنزور هو سيستم مشابه لكريسبر ولكن موجود في الايوكاريوتس. فنزور من مميزاته اول ميزه السبيسيفيستي بتاعت فنزور، وده نتيجه لان فنزور بيستخدم زينك فينجر بروتينز as a DNA binding modules which can target specific DNA sequence with high accuracy، اللي بتقلل risk of off-target effect وال unintended modification، بتحفز الجين editing بطريقة أأمن وأسرع. بالإضافة إلى أن فنزور بيحفز natural DNA repair machinery، أو بيحفز آليات الإصلاح الذاتي للخلية، فالspecificity بتاعت فنزور مع أنه بيwork within the cell's natural repair mechanism بتخلي ان فنزور safe and effective tool اقدر استخدمها in the future في therapeutic interventions. فنزور كمان بيسهل ال DNA cleavage بكفاءة ودقة، مما بيؤدي الى زيادة كفاءة الجين editing وتحسين النتائج المتوقعة من الجين editing. ونقدر نستخدم فنزور بطرق مختلفة في الجين editing، زي مثلا تعطيل جينات معينة او تصحيح جينات او اضافة جينات مفقودة اصلا من الجسم البشري. الوايد رينج من الجين اديتنج اللي بيقدمه فنزور بيمكنني من استخدام فنزور في مجالات كتير زي البايوتكنولوجي والطب والزراعه،
واستخدامات زي في therapeutic applications. ففندور بيوعد بمعالجة أمراض كتير قوي مش موجود لها علاج لغاية دلوقتي. هدفنا في الريسيرش بتاعنا هو بدء استخدام فنزور as a gene editing tool to treat the liver congenital amaurosis which has defect in the RPE65 gene من غير ما نواجه الصعوبات اللي واجهت case 9 في معالجة المرض. شكرا لاستماعكم، واتمنى ان الريسيرش بتاعنا يكون عجبكم.